ما حكم الأخذ بالأحاديث الضعيفة؟ هذا من شأن العلماء ما هو من شأن العوام، لكن العلماء يقولون الأحاديث الضعيفة تروى في المواعظ والتنكير والترغيب والترهيب، لكن لا يبنى عليها أحكام فقهية من حلال أو حرام، إنما تتخذ للتذكير فقط والوعظ والترغيب والترهيب، بشرط أن لا تكون أحاديث موضوعة أو مكذوبة.